السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير، صباحكم خير ونور وسرور، صباحكم ورد منثور، صباحكم البركة، صباحكم من رب غفور. الله يبكم هاللي تشوفون العمران، هذه الدنيا كلها اللي تشوفونها، البيوت الحين متراصة، هذا عدال، هذا لو تحط تدور مخطف موتر بين هالبيوت ما لقط. يا قبل ما بمن زمان، ما بمن 30 سنة ولا 40 سنة، قبل عشر سنين ولا بيت موجود. بيتي أنا يمكن 4-5 بيوت الطرف هذاك وين الشارع الرئيسي، ما يوصلن حتى 30 بيت، ما يوصلن أو 50 بيت ما يوصلن. الحين آلاف مؤلفة لبيوت، آلاف مؤلفة، آلاف في خلال 10 سنين، آلاف مش أميات، آلاف وبيوت. فمقابل كل بيت، مقابل كل بيت بيبنى أو أي منطقة راح تمسح وتتجسم الأراضي اللي عليها، تسوي بنية تحتية وحق كهرباء وحق مجاري وحق مياه وحق طرق وحق أشياء وايدة، تكلف مليارات. هذا كله بوي لجلنا نحن، هذا كله لجل الشعب في جميع أنحاء الدولة. هذه روح نعمة وفضل من الله، هي والله، اللهم لك الحمد، والحمد لله رب العالمين أرزقنا بإيران. إيران من صفوة الناس، حافظ على إيران. حرام يا أبوكم يقولكم لو بيسخنون الملحار تسموه بيننا وبينهم، طبع الأولي والسلك الأولي والسيرولية، الريجات والغديات والفوايل والعشيات توصل لين البيوت. ما هذا ياكل الزاد دون يارة ولا دون ربيع. سبحانك يا رب، الحمد لله رب العالمين، ان يعني العرب كلها كانت وما زالت لين اليوم لين بكرة على سلكهم الأولي، ما حد تغير. الحداثة والتطور والتكنولوجيا ما أبعدتهم ولا شغلتهم عن وصل الجيران، ان مرض ان فرح ان حزن ان ياه مولود ان حد مربي، يعني كل التواصل الاولي كان وما زال. لكن اكثر البلدان شرق الارض ومغربها نسيت العادات والتقاليد والمذهب الاولي وطريقه الاحتفال بالمولود وطريقه وصل الجار وطريقه انك تعود المريض، حتى اللي في بيته، حتى ما بلازم انك تعرف انت الياره هاي، ما بلازم تعرفينها انت وبينك وبينها معرفه، لا سيري وسيري بتعرفينها، ما عرفتيها هي بتعرفين امها خالتها عمتها يارها نسيبها، لازم بتعرفينها. لا تزبدين في بيت تقولي اخيل اسير، لا الاوليين ما خيلوا. فلذلك ابوها يسمونه التكافل الاجتماعي بين الشعوب، وهي روحها فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل، وهذا واجب على كل مسلم ان يزور ياره ويعرف منو في البيت، منو عنده عيشتهم، منو كبيرهم، شو عندهم من العيال، شو من البنيات. هاي الدنيا تعارف، لا تقول ابوي بخيل اسير على ياري مسكر باب عين الواد، ما بتخلي بيبانها مشرعه، البيبان ما تخلى مشرعه، دقوا الباب ودخلوا السلام عليكم، ولا خبروا طرشوا بشكاره، طرشوا بسكار قولوا يرانكم بالبيت هذا يبون يزورونكم، او طرشوا رقم تليفون، هذا ابوي رقم البيت هذا في فلان تبي ترمسكم، سلام عليكم، عليكم السلام. ما بيطيح من ملك الله شيء، ابدا ما بيطيح من ملك الله شيء. الخيار والله ما نعرفهم نحن، نخيل نتعرف عليه، ما حد يخيل. هاي يسمونها ردات شيمه، ما حد يخيل من حد، لا حب. ان بغوا يجونك ما بيخفون عنك شيء، وان سرت لهم ترق هوتهم وطايحه. شو يعني؟ ما في شيء، ما فيها مشكله يعني. هاي زياره اليار لليار، تقول ما حد يعرف حد، هذه الاخبار والطريقه سهله ما يبالها اي. هذا الله يحفظكم ابو البادي، مدينه محمد بن زايد اللي نحن فيها هذه، توجد فيها المراحل الدراسيه من هذا الكي جي وما كي جي والروضه. الروضه الاول يسمونها روضه الحين، الحضانه والروضه والمدرسه، من صف اول لين ابوي الكليات والاكاديميات والجامعات ومعاهد الصناعه. يعني بقولكم ما شيء،
مدينة كاملة بلاد، مدينة محمد بن زايد هاللي نحن فيها بلاد، كبر بوظبي روحها بالنفس داخل، وتبعد عن العاصمة ما يقارب 20 كيلو أو 22 كيلو، يعني ثلث ساعة 20 دقيقة من عين الماء بوظبي من الكرنيش لين عندنا نحن 20 دقيقة. واستوت هاي مدينة كاملة 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 فيها مئات الآلاف من البشر، يمكن مليون، هي نعم الأقل مليون. مستشفيات، الجامعات، الكليات، الأكاديميات، مراكز الصناعة، العيادات الصغيرون، العيادات الكبيرة. لكن بين كل، أنا بيني وبين نفسي أحس بلكم عني وأنا مسؤول على الكلام اللي أقوله، لكل 20 بيت شيء مسيد، والكل 30 بيت شيء جامع. ترى فرق بين المسيد والجامع. الحين المسايد الأولية اللي تحدون هذا الجامع ترى يصلون بالجمعة، والمسيد بس للصلاة العادية، ما شيء فيه صلاة جمعة. لكن مدينة محمد بن زايد اسم المسيد حاليا مش موجود فيها. كل مسايد محمد بن زايد استوت جوامع كبار يصلى، لأن استوت كثافة سكانية ما شاء الله تبارك الرحمن. البلاد غدت وايد أخير عن كل بلاد في الدنيا العودة. اللهم لك الحمد، احفظها من دار، احفظ ولاة أمورنا وبارك فيهم. بدل الشيخ خليفة بعمره حاكمنا ومعزبنا العود، وطول بعمره وحفظه وسلطان شيخنا الشيخ خليفة بن زايد حاكم إماراتنا الحبيبة، رئيس الدولة حاكم إمارة أبوظبي، إن الله تمد بجله وتحفظه وتطول بعمره وتسعد يا رب العالمين في الدارين مثل ما أسعد شعبه، مثل ما أسعد شعبه، ما خلى علينا قصيره. اللهم لك الحمد إنك تاجره عدد من مشى وسار وطاف ولبى في البيت الحرام، تمد بجله وتسعد يا رب العالمين وتحفظه وتحفظ ذريته من ذكور وإناث وأهل بيته هم وعيالهم وعيال عيالهم وعيال عيال عيالهم يا رب العالمين. حتى ليش يشتغلون عندهم، حتى عمالهم، حتى كل حد وكل من سكن أرض هذه الدولة وكل مسلم يا رب العالمين. والله يا صلاح ما تريان، متواكل اليوم، متواكل والله إن ما قر دقيقة ما يلس. نزلت من وقت عيل اليوم، يوم نزلت أبوي ما لقطته، وين ساير؟ عندي شغل. شو شغل؟ بيصير أبوي بيجلس في الفلاح في البيت، لا شغل ولا ضمن. والله أنا عندي شغل، والله سالفة هذا صلاح بعد حينه، هذا بعد يور يا تنزل لي من الفير، هو أصلا شو جاي بني من الفير من صباح الله خير، من الفجر جاي الساعة 7:30 هو موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حين هذا صباح، شو يسمونه صباح التزقريته. شوف الزين، شوف الزين دواركا. How are you؟ I'm fine sir. من الحناية. Yes sir. Good morning. You fine؟ وين سايرين؟ هاي العادة حين دواركا وام الحناية، هذه مفاجأة فيلم أزمة مالية، بيكون المشاركات بهنتينهن، بيكون المشاركات دواركا وام الحناية بهنتينهن، هذه اللي تشوفونها وهذيك. You happy؟ Yes I'm happy. إن شاء الله إن شاء الله everything will be okay. بس بغيت أخبركم عن هالموضوع، بس احب ان اوصل لوكيشن. لوكيشن في وين ابراهيم؟ اي مكان؟ شاطئ الراحه. في شاطئ الراحه. ابو ابراهيم يسلم عليكم. السلام عليكم. نفسي اليوم اصبح ابو ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. كم هير ليتل بيت، هاو ار يو؟ ماي نيم از خالد. ماي نيم از خالد. وان سكند هير. شي از دواركا. يو نو هير؟ يو نو دواركا؟ دواركا توك وذ هيم. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ اوغندا. اوغندا. هاو ار يو؟ فروم كينيا. شي سيد يو ار نوت جود. كينيا نو جود. بس يو غانا اتس نوت وات. ثانك يو. اول رايت. السلام عليكم. يو نو هيم دواركا؟ ام يوغندا نيبر. فار نيبر؟ يا. ابو محمد هذا واقف عندك. أبو محمد هذا واقف عندك. أحب أصور حد وهو جالس. زين.
أبوي هذا ترى الحين من الفريق الإنتاجي صح؟ نعم. من الإنتاج الفيلم. نعم. أنت وحسين كم من واحد ويا؟ دايركتور لاكان طبعًا. ما شاء الله. أيه كلهم. ما شاء الله هالمجموعة أبو الحين داخل مختبصة العرب مختبصة مختبصي. مختبصي. أنا اسمك ما أعرف. خالد. يا سلام. أنت شفت واحد اسمه خالد مثلا كل خالد كل خالد فنان وي لبق وي زقرتي وي حبوب يا الله يحفظك شكرا يا سمي شكرا شكرا الله ييسر امورك وايد هالوادم اللي تي دولة الإمارات من سياح من سواح ومن دكاترة ومن زوار ومن مرافقين واللي يجون للعلاج واللي يجون للدراسة واللي يجون للثقافة واللي يجون للتمشية واللي يجون للسياحة التسوقية فلذلك شو يتحرون يوم يشوفون هالنمونة مناظر يشوفون العمران ويشوفون الدنيا شو غادي في دولة الإمارات يتحرون الشيء هذا من آلاف السنين أو من مئات السنين لأن بلادينهم هم مستوية من متى من مدة طويلة من مئات السنين فيتحرون بلادنا شراتهم لازم أبوي حد يخبرهم ويقولهم أبوي هالبلدان اللي تشوفونها هاي بلدان توها أبوي فتاه بالبلاد توها بعز صباها توها الدنيا بادية ووصلت إلى مرحلة التحدي البلاد حينه بلادنا تبارك الرحمن وصلت إلى مرحلة التحدي كيف الناس اللي بادين من مئات السنين وعشرات السنين ما وصلوا ربع اللي نحن وصلناه من ثقافة وعلم وعمران وسياسة وعلاقات دولية وتجارة وثقافة وطب وتكنولوجيا إلى أن وصلنا اليوم كبد السماء وصلنا كبد السماء هذا لا يختلف اثنان في ذلك الأمنية كانت متى على عهد حياد زايد في عهد حياد زايد الأمنية كانت قبل 25 27 23 سنة والسنة تنفذت السنة تنفذت وكان الطموح وايد كبير يوم الناس أبوي ما حد كان يليج في عقله ان بيجي يوم الايام الله وبيتنفذ الحلم سبحانك يا رب تنفذ الحلم الحلم صار عن طور الحلم ها وآزم اليوم حقيقة ملموسة يشار لها بالبنان في العصر الحالي في اليوم هذا أمس وأول أمس الدنيا أبوي مرتبشة بلادنا والكون كامل والبلدان الصديقة والرفيقة كلهم أبوي فرحانين لما وصلت إليه فئة شباب دولة الإمارات إنجاز عظيم بالفيزياء السرعة والتسارع الإمارات تسابق الزمن هذا حينه الأشياء اللي تستوي في شرق الأرض ومغربها إذا أنهم يسوون شيء مشروع بنية تحتية وبينشؤون يأخذ عشرات ومئات السنين الإمارات هذا مش موجود الإمارات من تنحط البنية التحتية للمشروع بيازم المكان شفتوا خلية النحل عمل دؤوب فيه لحين إنجازه بأقصر مدة زمن الحمد لله رب العالمين أرادت دولتنا إنشاء أعلى برج في الكون وغمض برج في نفس المدة ونفس التكاليف ونفس الدراسة المسبقة اللي حاطينه ونفس الوقت المدروس واستوى مزار أمة لا إله إلا الله ينضرب بالوصوف أيون من آخر الدنيا لجل يشوفون برج الشيخ خليفة في إمارة دبي الحبيبة هذا روحه ناموس هذا نقطة من محيط واحد من آلاف المشاريع اللي موجودة في البلاد ولله الحمد دولة الإمارات لها بصمة وبصمة مميزة في جميع أنحاء العالم على كوكب الأرض ما سدهم الأرض صاروا أبوي فوق كبد السماء عنان السماء الفضاء محطة الفضاء الدولية أول عربي مسلم إماراتي هزاع المنصوري تطأ رجله هالمحطة سنة 85 الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود زار الفضاء بعثة علمية وسنة 87 السوري محمد فارس زار الفضاء بعثة علمية مع السوفييت والطيار السابق هزاع المنصوري 35 سنة عمره
أول إماراتي مسلم عربي تطأ قدماه محطة الفضاء الدولية. وتم اختيار هزاع المنصوري بين 4022 مرشح إماراتي لأداء هذه المهمة. كم كان صعب الاختيار. هزاع المنصوري سيرته غير عن سيرة أي إنسان صار من أي جنسية كانت. هزاع المنصوري يوم عزم يسير كواحد من بني منصر، شاب من شباب بني منصر من شباب الدولة يعني الله يحفظهم، أراد أن يثبت للعالم ويحط بصمة إماراتية. شل بذر شير الغاف، 40 بذرة غاف وداهن أبوي الفضاء، ودى أبوي ويا علم الدار، ودى أبوي نسخة من القرآن من المصحف الكريم، وشل طالة عماركم ويا صورة مؤسس حياة الشيخ زايد يمال الجنة الباردة، ويا تحدون رايد الفضاء الأولي أبولو 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 ما حد نساه ما ننسى، واللي خلاه أكثر خالد أنه كده تصور ويا حياة زايد. فهزاع المنصوري شل الصورة هذه الفضاء اللي كان يتمناه حياة زايد أن أحد أفراد المواطنين يوصل إلى يدي هالمهمة، ووصل وتنفذ واستوى، والحلم اللي كان حلم أصبح حقيقة. لا وزيدكم أبوي من الشعر بيت، الأكل الإماراتي تودى الفضاء، الأكل الإماراتي لكي تكون بصمة إماراتية في الفضاء. ما أسدكم يا الإماراتيين الأرض، غزيتوا الفضاء تبارك الرحمن. محطة الفضاء الدولية لها أجزاء ولها أشياء مكونات، فأحد أهدافك أنت يا هزاع المنصوري يعرف الناس بالعربي شو هذا وشو هذا وشو هذا وشو وهذا شلجل وهذا شو معناه، لكن بالعربي. وهذا ما كد استوى من قبل، أول شخص يؤدي المهمة هاي هو هزاع المنصوري. بعض المهام العلمية، وإن شاء الله أنه بيقزر كم من يوم وبيجيب ويا بلاد بخير وسهال، بيشوف عياله بيشوف هله وبنفتح العيون كلنا فيه بشوفه. نعم إذا الله جعل رزقه نصيب إنه بنسير بنسير بنسلم عليه بنويها شيء طبيعي من عقب ما يهون على العرب كلها وعلى راسهم أبوي القيادة والزعامة ومعازيب كلهم الله يحفظهم. قلت وحدة من الصبح لين الحين إلا مصورين ومخرجين ما أدري شو ها. فوق 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 أبوي هي لبيس ركضت وحدة ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف ته المكان مكثرهن يا ابو كيزه، لو تقول التحرى عمرك انت بتروم تسوي شيء ولا شيات ما تروم، ما تشوف الكاميرات تتخادع. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك معلم؟ شو اسمك؟ سمير. سمير صالح. اسم ابوك صالح؟ سمير فهد ابو صالح. سمير فهد ابو صالح كيف حالك؟ تمام الحمد لله مشكور. سمير شو مطعمكم هذا؟ مطعم سفر دمشق. زين عباره عن شو؟ اكلات سوريه. مثلا عندنا بروستد، عندنا فروج مسحب، وعندنا فروج مشوي، شاورما جاش، شاورما لحمه، تبوله، رزو بازيلا، في عندنا الفلافل. ها كله اكل سوريا؟ ايه طبعا. منو اللي يطبخ عندكم؟ الشيف. الشيف من وين؟ من الشام. كلهم سوريين؟ كلهم سوريين. هذا ابوي المطعم الله يحفظكم سفرة دمشق جايبين لنا ابوي اكل لين موقع تصوير الفيلم من عندهم. الف صحه. هي نعم جايبين لنا ابوي هلا كله تشوفونه، هذا من عندهم بروحهم، قايلين مدامكم بتصورون الفيلم بنندب لكم ابوي لك هاللي تشوفونه اكلهم. هذا شو عباره؟ هذا فروج مسحب. هذا فروج مسحب وهذا حمص باللحم. ما عرفت له؟ هذا رز وبازيلا ولحمه مع اللوز. شكله مغري 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 مغري. صحه وهذا منو اللي يطبخ عندكم هناك؟ الشيف روحه واللي ورعيه المحل ترى سوريه، رعيه المحل هذا تراها سورية بطن وظهر وهي لياي بالطبابيخ وياها من سوريا حرمة الجيتة في وقت الـ 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 وقت الـ في المستشفى الولادة هناك. هي يعني ما شاء الله هابة ريح عن 600 حرمة. قالت ابو محمد انا مسوي مطعم والله الله فيه. قلت له فارس طيب هذا ابوي مطعمها اكلات تشامية دمشقية 100% لا يختلف اثنان في ذلك. ريحة اكلها خنين وتبولة رقم واحد وسلطاتهم سندويشاتهم فتوش ومتوش لتوش كل شيء ابوي عندهم، واللبن والمحاشي بانواعهن كل ما يخطر في بالكم موجود عندهم، كل ما يخطر في البال. وريحته خنين اكلهم ما باللي جاي ريحته مسهجه ولا شياته. هذا هذا اسير اسير ورد علي اسير اسير ورد علي. وعندهم ابوي شوارما اللحم وشوارما الحرمه روحها شف رقم واحد
الحرمة باهسه ما شاء الله عليها، ما تخلي شيء ما تخدمه، راعية بيت من هاي السوريات الحرشات، مبنى هايل العشر منهم ما يمزر محارة. بيرب من كل هذا الأكل اللي هم سوينه، أنا الله تأبو الرجيم شو بسوي، بالأخص عاد من هذا بيرب من الأكل هذا كله. بأخبركم عن الهست كله وشو اللي ياز، هو أغلبية بيوز كله نعمة وكل زين وكل وخدمة حرمة روحها راعية المكان روحها واجهة على شغلها، فأكيد بيكون زين يعني. السلام عليكم يا شباب، شو رأيكم في الأكل؟ تمام قول والله تمام أكيد 100%. ها أمين. ما أبارغ ولا أي شيء من الأكل عادي، بالأخص هذا بالأخص ما شاء الله عليه. هي نعم ما شاء الله تبارك الرحمن، كل زين وكل فنان. شكرا شكرا جزيلا للمطبخ السوري، للمطعم السوري، للأنامل السورية، شكرا لكل طبابيخ سوريا، كل العوائل السورية. نحن طالب عماكم حاليا في فيلا من فلل الدار العقارية، موجودين في مشروع ضخم كبير من مشاريع دولة الإمارات أبو ظبي بالذات، من المشاريع الوطنية الفنان، شركة وطنية كبيرة من أهم الشركات في الدولة. حاليا نحن جالسين في مثل ما تشوفون سيلمات وكشافات على ما تشوفون، هذا أبوي كله نحن جالس، وهذا اللي حاطينه هذا لازم ميك اب مكياج، وحاطي لها سماعه معالي راسي، هذا كله ابوي لاجل شو؟ لاجل تصوير فيلم ياسين، نسوي فيلم ازمه ماليه ولازم الميك اب. ليش انا سويت هالرمسه كلها الحينه؟ مليون مسج، ليش اليوم حاط مكثر من الميك اب؟ ليه ترى قبل كنت احط ميك اب يعني؟ انا قبل كنت احط ميك اب؟ حطكن الله في ضيق، كل امهات سمعت؟ شوف الله عليك ابراهيم، شفت الله عليك ابراهيم، ارضاك الله فيهن امهات بريج عياسات اللي وده، حاط ميك اب وحاط ميك اب زين. هذول اللي لفت عليهم بالضيجهم زين، بعي يدعن علي يقول اللي حاط ميك اب مكياج والله قالوا خليهم دعوا بعد غير بعد نقمه غير. الله اكبر عليك انت، لمبونك انت اتجاه الجنس الناعم وايد انحيازي. انا ويا الحق الحق والله انت. مرحبا يا مرحبا ابو خليل، كيف الحال؟ اهلين اهلين، متى بتبتدي التصوير؟ بعد ما تخلص انت والله انت عبيان ابراهيم، ما يشتهي البلاليط ابدا، ما صكه ولا قال لكم الخبر، ولا قال لكم الخبر، لا طحن نص الحرارة هذه. قسم بالله اللي ما كان. لا الله في دعرك ما تعدوان الله. عليكم كلكم هاللستة تولحت عليكم. هي والله. من متى عاد الحين ما ظهرت كل يوم يوعوني. وين إبراهيم؟ وين إبراهيم؟ وين إبراهيم؟ وين إبراهيم؟ هذا إبراهيم. مزيدهم أنا. إنزين يلا. فهمت. وايدين على هاللستة. هي. وحتى اللي أشوفهم برا. هي. شو بتقولهم؟ أقولهم أبوي. هذا ابوي يوم يقولون هذا سيفو خلاص احنا خلاصين يطرون هذا والله يا ابوكم، ولا ابن الشاد ولا يتصل مسج ما يطرش. متى انت مطرش اللي مسج؟ مكلم منك من يومين. هذا انا مكلم منك وقبلها كم؟ من قبل 10 ايام بعد ما كلمتني. يومين كذوب والله ما والله الله يدعم. ترى ابوي ما حدا كذب عنا، كذوب من حبل مشى، اكذب ما خلق الله في الكون. هذا انا. هي نعم. الله يسامح. والله العظيم ينا تدرون بشوف من يوم ما ادري وين جاي من اي بلاد، من يوم ينا من لندن لين يومكم هذا ولا تلاقى وياه. متى يبي؟ تعرفون متى بياود؟ قبل راس السنه باسبوعين ثلاثه حق سيره لندن. ايه حي فات والله العظيم مصالح. ليش يعني؟ لا والله انا كم مره شفتك؟ متى؟ ايش متى؟ في العير. كم مرة جيت؟ ما تشذبك. شكرا. أقول لك هذا ونا فيجيتيريان. منو؟ هو هذا العود. وليه؟ إيه فيجيتيريان ما يأكل له سلطات. بس سلطات صح؟ وسوب. الله يسلمك. وهالجفير اللي قدامك شو مبزول؟ ما أعرف. هلا شرب مي. تعال.
والله هنيك يقول لك الله شو كان موعده؟ والله يقول لي تعال بالجمعة، قال يا السبت، قال وين ترياكم؟ عاد هم فجأة قالوا لي وأنا كنت في مسقط. بس اللوم أبوي عليهم. هذا أبوي شكل. أيوة هي عليكم. عليكم. خبروني. قبل حشر بعشر. بعد. خفيف. مساكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مثل ما شفتوا أنا جالس أسجل الفيلم الأول اللي هو أزمة مالية. في فيلم الأزمة المالية في دور من الأدوار أكون أنا رياضي، مثل ما تعرف أنا من الأساس رياضي ولله الحمد، يعني من كم سنة يعني، لكن ما كنت أتوقع أن بيجيني دور أني أجري 3 أو 4 كيلو إعادة تصوير وكتو أكشن وكتو أكشن. ما كنت حاط في بالي أني بيجي هاليوم، لكن سبحان الله بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن فضل الجيم اللي توني مشترك فيه اللي هو انرجي بلس اللي في قرية الفرسان، يعني سبحان الله يعني عندهم كباتن عادوا للياقة كأني يتمرن من 20 سنة بطريقة يومية. ترى أنا أقطع بعض الأحيان خط من 5 أيام 3 أيام ما صير أتمرن، لكن وياهم 3 أيام كل يوم 45 دقيقة مثل ما شفتوا التمارين اللي ضاري أحب أنزلكم إياها. يعني سبحان الله رمت أجري هالمنطقة هاي اللي تشوفونها كلها، والله يا بوك سبحان الله ولا حسيت بكلفه ولا تعب ولا شياته، جري مش هرولة، جري يعني مدة طويلة، يعني ساعة تصوير بالدرون الطيارة، ساعة تصوير بالكاميرات، ساعة تصوير بالكاميرا المحمولة، وساعة تصوير بالبر والبحر، هذا كله وراء بعض حسب يتم إنجاز الفيلم بأسرع وقت. نادي أنرجي بلس هذا اللي أنا ضميت فيه يأهلونك معنويا، ما بلا تعال خذوه وغلوه، لا يأهلونك معنويا أنك أنت هل كثر بتستوي وهل يبون. قالوا يقول لي الكابتن أول ما سجلت يقول لي نحن نبك اليوم 35 دقيقة أو 30 دقيقة حركة مستمرة لمدة 30 دقيقة، كل ثانيتين تمرين، كل نص دقيقة تمرين، كل نص دقيقة تمرين لمدة 35 دقيقة. قال لي بتغدي يأهلونك أول شيء شوي لين ترد تكتسب اللياقة كاملة. وحاليا اللهم لك في خلال 3 أسابيع أنا اكتسبت لياقة، الحين عمري بس 60، لكن لياقتي تبارك الرحمن لياقة شاب عمره 21 سنة ولله الحمد. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وثم فضل من إدارة الأنرجي بلس، الكباتن اللي هم عندهم الكباتن ما شاء الله مجموعة كباتن مثقفين ودارسين، ما بماخذينها زندية، هب ماخذينها الطزيزة آبار، هب ماخذينها بوي من هرمونات وبرمونات وكل الأشياء هاي، لا ماخذين شفتوهم ترى دوم أصورهم ما شاء الله أجسام ولياقة وتغذية، يسوي لك فحوصات عن كل شيء بطريقة يومية، وكل أسبوع يعطونك شو زدت وشو نقص شو خف من الفات وشو زاد من العضل وشو خف من الماي ومن الشحوم ومن المطاميط ومن الليلود، ها كل يحسبون لكم إياه. أنتوا هل تعلمون أنه هل كانت على فكرة موجه للذكور والإناث، الرجال منكم والحرمة كلنا خدام تلبرمة هالرجل منا والحرمة، الرياييل والحريم الكلام وجه لهم هالكلام. تمرين يوميا أو في الأسبوع مش أقل عن 5 مرات 30 دقيقة أو 35 دقيقة بطريقة حركة متواصلة يبعد عنكم السرطان، السكر، الضغط، أمراض القلب، أمراض الرئة، يبعد عنكم الشيخوخة، يخلي النشاط نشاطين، يخليك أبوي تمشي وتنطح اليدرات. يا تازم أبوي عفريت زمانك، تازم رجل عن 10 وتازمين حرمة عن 40 حرمة، يخوز الرباخ، يخوز حتى القناقين هاي تحت بين مصرتكن وبين الحاق الدقمة، هذه هاي تخوزها الرياضة والله العظيم. في معلومة لازم الكل منكم والجميع عرفها، أن دولة الإمارات تحتل المركز الرابع
عالميا، المركز الرابع عالميا انها محتلة امراض السمنة. من السمنة المفرطة دولة الامارات ماخذه المركز الرابع، يعني رقم اربعة في ليهاد من سكر، ضغط، سرطانات، قولون، مولون، سولون، عيلون، بقرون، يعني ما يقارب نسبة 34% من شعب دولة الإمارات يعاني من أمراض السمنة. 34%، لين عام الأول كان 33.7%، حاليا 34، يعني بازدياد. هذا كله، هاي كلها أرقام مؤسفة، تكلف الدولة عشرات المليارات من الدويات والعلاجات، وعندك ودونك الفحوصات والأدوية والمضادات الحية، كل الأمور هاي تكلف الدولة مليارات، كان بإمكان الدولة تصرفها على شيء آخر مثل التعليم، الطرق، البنية التحتية للدولة. أنتوا تاركين للدولة مجال تهتم في أشياء ثانية. هيدا أبوي اللي تعالج، إلا كراسي، إلا هل بتعب مال حبوب، إلا مال الضغط، حق هل بالسكر دويات، إلا حق هل بالضغط دويات، إلا حد آبار وشيء، كل يوم اكتشاف جديد، وكل والدخاتر أبوي ما سدهم الجليل، يبون هاش الحكي بيعالجون، وكل حد أبوي بي من آخر الدنيا، ها كل أبوي ملايين، هذا كل أبوي بملايين، ملايين من الملايين ما زين يبوكم لهالمكان. قرب الله تعد أبوك يا الدار، وين اخترتي هالبقعة؟ مكان مخطط ومعدل ومزين. إيه يا سلام سلم، حيين فاد، حيين فاد، قرب الله تعدوهم ما شاء الله. بعد شيء مرينة هني، وايده الأندية، وايده الأندية، وايده الجمات، وايده الأماكن الرياضية، لكن وايد ضروري أنك أنت تختار المكان الصح، تختار المكان اللي يناسبك وتحس أنه من إدارة ومن وقت ومن معدات ومن مكاينهم كل وكباتنهم اللي بيسوي لك البرنامج الطبي والبرنامج الصحي والبرنامج الغذائي، ها كله بدراسة، بدراسة، ما بخذوه فقلوه، لا، دراسة وبترتيب. لذلك اختياري أنا لأنرجي بلاس كان وايد ضروري وصائب لله الحمد، والحمد لله رب العالمين، حصلت النتيجة في أول 3 أسابيع لله الحمد. نعم اللي تعبت، ما أقول لك لا، ما أقول لكم لا، لكن حصلت نتيجة، حصلت نتيجة كبيرة ولله الحمد. روح الطاقة الإيجابية اللي تحسها في المدربين والكباتن من أول ما تدخل لين تظهر، هي روحة تعطيك طاقة وتعطيك دافع جميل قوي. نعم اختيار الإدارة للكباتن هذا روحه 2/3 الجيم 2/3 النادي 2/3 الفائدة للمجتمع اللي بيتمرن في النادي، هذا هو اختيار الكباتن. فسبحان الله، الله وفقهم إدارة النادي هذا اللي هو أنرجي بلاس في اختيار أحسن كباتن، مدربين فاهمين شغلهم، مش رمسة، يشتغل من خاطره من 6 الصبح لين الساعة 10 في الليل، 12 ساعة ما أدري كم ساعة يشتغلون، ما شاء الله عليهم، لأنهم حابين شغلهم وعاشقينه، فلذلك ما يحسون بضجر ولا ملل. اليوم يوم الجمعة تاريخ 27/9، وهذا الكابتن. الكابتن he was angry with me because I didn't come 1 week. Yeah, you missed my. والله but إن شاء الله everything will be okay. Yeah, إن شاء الله. You need to recover. Yeah. إن شاء الله. Thank you very much, Captain. فاليوم مبون يوم لا وما شيء تصوير، لكن تصوير اليوم بنزل بكرة، ما راح يكون في تصويرات وايد في الجيم، راح تكون إن شاء الله الأمور طيبة. Hello, Captain. How are you? ما شاء الله، ما شاء الله. هب العود. ما شاء الله عليك. Good. Thank you.
المفروض انا اسوي شراته. اوكي احب اسوي هالنمونه يعني مفروض يعني عند سوان كابتن for how long 40 seconds زين شعلي بسم الله الرحمن الرحيم شو هذا بسعيد هذا منو اللي على يمينك هذا الحين الحين شو هذا ابراهيم توفيق ولكن بالشخصيه سبحان الله ولا بحبك على راسي في الفيلم لازم تحبني على راسي والله شوف انت يقول راشد بن عمير الشامسي يا الياهلي مريت قصاد صوب الحصن اللي فيك موجود والقلعة تصديت نشاد يا قلعة الشجعان اللي دود قالت بعينك شوف العواد غرس الشير ما بين الورود حالي فخير وما بينكاد أرضي نعت ويهبني النود بس الزمن يا ليت ينعاد وطر المضايا ليته يعود الأول حذايا هنا سنيواد واللي حرسوا بباني جنود واليوم في تطوير البلاد ما شوف حولي غير الهنود وين الركب لي كان ينقاد من القوافل ساقة والذود لجلي وكل يود شداد صوبي وانا له بيته العود دار الفلاحي ذخر وسناد راعي الكرم والطيب واليود واليوم في راحات وسعاد ما نشتكي والناس في زود بس العرب لي حولي ايواد راح وتم الذكر مو شو تسوي تطلع خالدي واي عبد العزيز وايد يتابع الخالد الخالدي من يوم هو في لندن خالد الخالدي ولدي يتابعك كل يوم احبك انت تحب خالدي عبد العزيز صدق قول احب خالدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير بحط لكم فيديو ضروري الكل منكم والجميع يسمعه على كل حال سلطان الصغير محمد سعيد البلوشي مرشحكم عن إمارة أبوظبي رقم الترشيح 152 برنامج الدعم الاجتماعي المتميز تعريف البرنامج سعيا منا لتحقيق مجتمع متوازن أوجدنا برنامجا ليتكامل مع برامج الدعم الموجودة حاليا وهو برنامج الدعم الاجتماعي المتميز الذي يقدم خصومات بين 50% و100% على جميع المواد الاستهلاكية والأساسية التعليم المرافق السياحية شركات الطيران الوطني الكهرباء والماء الغاز وقود السيارات إضافة إلى كافة الخدمات الحكومية كما يعفى حاملي بطاقة برنامج الدعم الاجتماعي المتميز من رسوم دوائر النقل في الدولة من ضمن البرنامج أيضا تخصيص مواقف سيارات خاصة لكبار السن أهداف البرنامج دعم مسيرة المواطنين وتحقيق التوازن بين جميع أبناء الإمارات رفع مستوى الاكتفاء والتميز الاجتماعي في الدولة المساهمة في توفير حياة كريمة وسعيدة للمواطنين وضع الدعم المتميز في مساره الصحيح في سبيل تلبية جميع احتياجات المواطن المستفيدون من البرنامج كبار المواطنين أصحاب الهمم الأرامل والمطلقات أبناء المواطنات الأبناء المواطنين من غير المواطنات المتقاعدين ذوي الدخل المحدود سلطان صغير محمد سعيد البلوشي مرشحكم عن إمارة أبوظبي رقم الترشيح 152 سلطان الصغير البلوشي مسوي برنامج
اللي هو الدعم الاجتماعي المتميز. لا يوجد بيت داخل الدولة أو خارج الدولة أو في أي مدينة أو أي قارة في الكون ما يحتاج لهذا الدعم الاجتماعي، سواء كبار ولا صغار، لأنه يشمل جميع الفئات، ذوي الاحتياجات، ذوي الهمم، يشمل الكبار، الصغار، الأيتام، المقعدين، المتقاعدين، يشمل فئات عديدة من البشر. فلذلك وجب علينا الدعم، دعم سلطان صغير البلوشي، هذا واجب على كل إنسان حاب أن يكون شيء مستقبل زاهر لكل فئات المجتمع. المجتمع عندنا في الإمارات يفتقر أو بأمس الحاجة إلى تطوير هذا الدعم، تطوير الدعم الاجتماعي، يبغيله دعم مميز. فسلطان الصغير البلوشي مسوي دراسة مكثفة ودراسة ملموسة وناجحة. شيء من المتقاعدين أو أغلبيتهم، مش النسبة بسيطة، توصل رواتبهم إلى 10,000 درهم أو أقل من 10,000 درهم. فالبرنامج اللي مسوينه سلطان الصغير البلوشي برنامج ملموس وجد وأنشئ لأجل مساعدة هذه الفئة من المتقاعدين لارتقاء ولحوق. سلطان الصغير البلوشي بغيت مجال عمله هذا، شغله اللي هو يشتغله من قبل الترشح وقبل ما يطيح الترشح وقبل ما يستوي الترشح وقبل حتى ما يفكر هو في الترشيح لنفسه، هذا اختصاصه، مجال عمله، الضمانات الاجتماعية، النهوض أو يجهز دراسات للمشاريع، التكافل الاجتماعي، شيء من هالقبيل، هاي الأشياء، هذا اختصاصه. فلذلك هذا هو الشخص المناسب للمكان المناسب، للمقترح المناسب، للدراسة المناسبة اللي هو مجهزنها من هالكثر مده، وهو يالس يجهز وأبحاث ودراسة ويعني مدة طويلة، لأنه يبحث ويدرس في مجال هوايته ومجال عمله. عن عمري، عني أنا روحي قلبا وقالبا وبكل ما أوتيت من قوة أدعم سلطان الصغير البلوشي، ومقتنع فيه كشخص، مقتنع فيه كرجل، كمواطن داعم لهذه الفئة من البشر. نعم، اللي هي يعني داعم للناس كلها، منو ما يحتاج للدعم الاجتماعي في الدنيا العودة؟ ما حد أبوي ما يحتاج له، وما بارك مطورنا مسوينا مميز يستحق وبجدارة دعمكم وأصواتكم لإكمال مسيرته في تنمية المجتمع والنهوض بالخدمات الاجتماعية المتميزة. شو اللي خلاك ما فيه من زمان؟ ليش هالقطاعة يعني؟ والله محمد وش قطاعة؟ ايش؟ خبرني عنك. أنا شوف، أنا من رديت من مصر والله العظيم ما عينت من الله خير، أني أعطيه مريض وأرده صح ويطلع لي شيء وأرده صح وأمرض وصح لين يومه. كل من الهمبة؟ مش من الهمبة، من عينك أنت، عينك حاطة تبى ولا ما تبى؟ وإني أنا عيني حار. هي نعم. أحب أعطر أسألكم الحين، فيدي واحد مسجل لنا يوم سائل شبرا، ما أدري في وين، بضبي، في دبي، في العين، خارج الدولة، داخل الدولة، ما يندرى. هو اللي قال لي عن سبب العوق مال إبراهيم. أنا؟ نحن كنا وما زلنا نعم. هذا المصر. منو تبغي من؟ أستاذ خالد. يا ربي ها هذا أستاذ براء. يلا شوفني يلا عشان خلص المشاهد يلا. يلا حينه. يلا ده 50 سي تيك 3 مرة. ستاند باي.